وسهلا بيش نادين اهلا يانا نادين، اليوم. نادين مدربة اتيكيت ومترجمة، صحيح؟ صحيح. تقدرين تحكي لنا اكثر او تعرفينا على نفسك؟ اني نادين صلاح، مثل ما قلت مترجمة، بس مترجمة ادبية، يعني مختصة بترجمة الكتب والروايات الادبية، ومدربة اتيكيت. ودخلت مجال الاعلام من فترة، بس بعدني بالبداية نقدر نقول. اكثر شيء اني حاليا معروفة به اللي هو مجال اتيكيت. اخترت هذا المجال من فترة كمحتوى وكل شيء أنا ممكن أقدمه، لأنه مجال الأتيكيت نقدر نقول يعني شيء كلش بسيط أو قليل إنه يكون مذكور عندنا بالعراق. صحيح. قليل من الناس يتطرقوا له بسبب الأفكار، بسبب إنه يشوفوا شيء معقد أو إنه ممكن يكون تصنع، ما مكونين فكرة صحيحة عن هذا المجال. تمام. فاخترت إنه أحكي عن هذا الموضوع حتى إنه أوضح صورته الصحيحة للناس، إنه الموضوع كلش بسيط كلش سلس، هو انوجد حتى يسهل علينا حياتنا، مو حتى يصعبها او حتى يدخلنا بتعقيدات، يعني نقدر نقول. ممكن فهذا هدفه الاساسي. يعني صحيح، تمام. انا من الناس مو كلش هواي اقرا، اني هم ماخذ صوره ممكن عن الاتيكيت، بس اي ثينك انه هو كلش مهم، كلش مهم انه اكو شغلات مهمه نعرف شلون نتصرف. صح. بهذا دائما اكو فد شيء ملائم لكل مكان. صح، حتى باللبس. بالضبط، باللبس، بالتصرفات، بعلاقاتنا، حتى علاقاتنا الشخصية باي ذا واي، يعني كصداقات، كعلاقات عمل، العلاقات اللي نقدر نقول عليها اللي هي السوشيال الاجتماعية، هذه كلش مهمة، كلش يدخل بيها موضوع الاتيكيت. قد ما ممكن انه احنا نقول انه هذول الاشخاص علاقتنا بيهم لطيفة، ممكن نتعامل على راحتنا، بس يبقى اكو فد حد معين احنا لازم ما نتعداه، اكو فد رولز معينة احنا لازم ما نتعداها. فهي هاي يعني هو الشيء كلش بسيط، بس للأسف انه الناس ما اخذته بتعقيد او ما اخذته بصورة شوية انه سيئة. وهنا يجي دورك. صحيح. صح. هواية تقدمين دورات او يعني workshops، ما اعرف شنو نقدر نقول هي workshops. بالضبط، هي ورشة مو دورة، لانه الدورة تاخذ وقت طويل. صحيح. الدورة انه انا لازم اكون ويا شخص مدة شهر شهرين ثلاثة، اسوي له لايف ستايل كامل، بينما الوركشوب انا راح انطيه تيبس معينة هو راح يمشي عليها. فسويت اشياء فور فري من فترة، سويت اشياء لا كانت حضورية باماكن. بالبداية قلت ممكن اكو ناس انه راح يعترضون على الموضوع، بس تفاجأت انه لا، اكو ناس هواي اجاوي حابين الفكرة، مؤمنين بالموضوع، يعني فكرة انه اكو شخص حاب الفكرة وجاي وحاب يتعلم ودا ينصت ومستمتع بالأشياء وبالأفكار اللي تنطرح وماخذها على محمل الجد وبدأ يطبقها بحياته. فهذا الشيء كلش حلو، يعني معناته أنه الناس دا تحب تتطور، دا تحب تتعلم هواية تفاصيل، خصوصا ويا التطور اللي يصير عندنا هاي الفترة. زين، برأيك شنو فائدة تطبيق مثلا المعلومات اللي دا تنطيها أنتي، وشنو تأثيرها على حياتنا؟ اول شغله اني اشوف هسه احنا بوقتنا هذا الناس اكثر شيء تهتم بالمظهر، بس تعوف الاشياء الثانيه المهمه، الشكل مهم، الاناقه مهمه. موضوع الاتيكيت والسلوك والتصرفات مكمل لها. ممكن اني اكون ككفر حلو، بس شنو الفائده انه اني اكون جاست كفر بس؟ صحيح. ممكن ما عندي لغة حوار، ممكن ما أعرف أتعامل ويا الناس بكل علاقات. لغة الحوار كلش مهمة، كلش مهمة، مفقودة. كلش مفقودة، صحيح. حتى بعلاقاتي البرايفت أنا لازم يعني يكون عندي لغة حوار، لازم أعرف أتعامل ويا الناس حتى أحافظ على علاقاتي أطول فترة ممكنة، لأنه هاي المواضيع تسبب نفور، ممكن تسبب مشاكل، ممكن تخلي علاقاتي تنقطع بالناس. وممكن مثلا يعني أنا أكون مثلا عندي فد معلومة أو عندي فد تعليق أو عندي فد رأي أريد أنطيه، بس الطريقة اللي أنا أحكي بيها بالضبط تكون مو طريقة لطيفة أو طريقة ممكن تخلي المقابل يتحسس، فبالتالي أنا راح أخلي ينفر. totally صحيح. صحيح، ممكن ينفر. حتى باي ذا واي، حتى مثلا إحنا كسوشيال ميديا أي موضوع، أي شخص، أي شخصية تطلع، ممكن شوفي الكومنتس، الغلط، التجاوز، باي ذا هذا الشخص حتى لو كان مشهور، حتى لو هو اختار انه يعرض تفاصيله وحياته للناس، يعني ما ينطي الحق، ما حد مخول انه هو يتجاوز عليه او يتعدى حد وياه، يبقى هذا انسان، يبقى له فد خصوصية، تبقى له فد مساحة خاصة بي، انت ما لك حق انه تتجاوز عليه، تنطي رأيك ممكن باحترام او لا تنطي. ويكون التجاوز تحت عنوان انه مثل ما انت
أنا ضد حياتك. أني إلي الحرية بالضبط. أني أعلق بس هي أكو فد شيء اسمه إنه حريتك تنتهي عند حرية الآخرين. صحيح. ما أنت تتجاوز عليهم تتجاوز على حريتهم فهنا لا يعني you should stop. بالضبط. زين من الفئة اللي كلش حتستفيد من هذه ال workshops اللي تقدميها أو من الأتكيت يعني عموما؟ أكيد الشباب. أكيد يعني خلينا نقول مثلا الفئة اللي تعدت فترة المراهقة الحد ممكن 40-50 حتى يبقوا هاي فئة الشباب أو هذول الفئة اللي بعدهم يعني they يعني still حابين يتعلمون حابين يطورون من نفسهم ومن وعيهم ومن سلوكهم ومن كل هاي الديتيلز. مرات الشخص هو ما يحس إنه أكو فت خلل بسلوكه فبالتالي هو يقول أنا ما أحتاج إنه أعدل سلوكي لأنه كلنا نحتاج قد ما نكون perfect مثلا بالضبط قد ما نقول إحنا واصلين فد ليفل عالي بس كلنا نحتاج الأتكيت هو يعتبر يعني international language لغة عالمية أنت خصوصا بهاي الفترة الناس بدأت تتطور بدأت تسافر تطلع تروح تجي دول بدأت تطلع على أكثر من tradition على أكثر من culture أنت يعني أنت ما راح تعرف تتعامل وياهم على حسب انه مثلا تقاليدهم وعاداتهم او لغتهم بس انت ملزم تتصرف بسلوك حتى تعكس واجهة حلوة عن نفسك وعن بلدك فهذا الموضوع مهم مو بس لنفسك انت دا تعكس واجهة بلد كامل فاي سلوك سيء او تصرف من عندك انت راح تنطي impression انه هذا البلد ما يحترمون او سلوكهم مثلا بالضبط. كله غلط او ما يحترمون الاختلاف اللي دا يصير بين الدول او مو بس دول يعني هي دول فشي كلش مهم وصحيح انت صح. تعكس يعني واجهة تكون واجهة دولة كاملة أضو انت شخص واحد ورايح ومسافر بس ستيل يعني بعدين من حيحشون حيقولون شفنا عراقي والعراقي هيك سوا وصايرة وياي قبل بالضبط اي نفس الشي بالشغل لما انت قاعدة تشتغل بمكان انت تعكس المكان اللي انت موجود فيه فتتمثل في الجهة دائما انت تتمثل جهة معينة بالضبط. يعني حتى لما تكون تتصرف على طبيعتك فانت تتمثل اهلك بالضبط زين شون ممكن شخص مثلا يتعلم اكثر عن هاي الامور هو شوفي ممكن ماكو شيء اسمه اني اتعلم اذا ما امارس هذا الشيء ما حتتعلم شيء اذا ما تمارسه ممكن اني راح اروح اقرا راح اقرا كوم كتب وروح اني اشوف اسوي سيرش على هوايه ويب سايت او اكثر من كوتش او اكثر من ترينر طول ما اني ما راح امارس هذا السلوك انا ما راح اتعلمه ممكن بس اطلع بس شلون اللي شلون المثل اللي يقول حافظ مش فاهم نفس الشيء هذا اللي راح يصير انت اذا ما تمارس هذا السلوك ما راح تتعلم باي ذا واي اكو كوتش اكو مدربين ممكن عراقيين صح ماكو هوايه كلش قليلين ممكن اكو عرب اكو اجانب يعني الموضوع it's so easy يعني كل سهل بس الأهم من هذا إنه أنت تطبق لازم تطبق حتى هذا الشيء يصير لايف ستايل أو سلوك هو ماشي خلص بحياتك والتطبيق أكيد ما راح يكون immediately it's okay إنه يكون بالضبط. step by step step by يعني step هو أكو قاعدة تقول إيش أنت تمارسه 21 يوم راح يصير سلوك صحيح. خلاص أنت إذا شوية اشتغلت وتعبت على نفسك مارست هاي السلوكيات بطريقة صحيحة هي already راح تصير لايف ستايل بحياتك صح. فأنت بعد خلص راح تقوم تتصرف على هالأساس الناس يمكن متصورة أنه من تقولين أتكيت أو من أي شخص يقول أتكيت فهم أكو فد هيك صورة بخيالهم أنه أنت لازم تشطل ستشينة بالضبط أو يعني أكو فد مجموعة أو أكون like a doll يعني أنه مقيدة yeah. بمكاني ما أقدر أتصرف أي تصرف ما أقدر أحكي أي شيء by the way تشوفوني يعني حتى مثلا على انستغرام او على سناب شوفني انا ما اتصرف بشكل كلش طبيعي من اطلع بالبيت باي مكان الفكره مو انه اني اكون مقيده هاي الاشياء راحت ويا وقتها الاتيكيت ينزل عليه ابديت كل فتره يعني هم الاشياء المترسخه ببالهم انه الاتيكيت مرتبط بالعصور الوسطى او القديمه او الدول او الاوروبيه يعني نقدر هيك نقول انت كل بلد له تراديشن معين هاي التيبس تمشي على اساسه يعني الناس معتقدة انه مثلا اني ملزم انه اني طول الوقت اكل بشوكة وسكينة طيب اكو شيء انه مثلا انت من تروح عند محافظات مثلا هسه احنا عندنا مثلا الانبار او المحافظات الجنوبية عندهم تراديشن انه اكلات معينة لازم ياكلها بايده صحيح هذا تراديشن ماشي الموضوع ما يعني ما اعتقد انه بس مرتبط بمحافظات وانما حتى دول الخليج اي تقاليد اكو مكانات معينة هم بالضبط. يحبون ياكلون بهاي الطريقة واحتراما للمكان اللي انت بيه ما يصير يعني لو اني رايحة عندهم ضيفة ف
فرضا أنا رحت لهيجي مكان أو توجهت لدعوة بهيجي محافظة أو أنه عد أشخاص يأكلون بهاي الطريقة، أنا راح أهينهم إذا أكلت مثلا بشوكة أو ملعقة، لازم أنا أكل نفس طريقتهم حتى لو ما قدرت، لازم أجامل هاي احترام، أنا دا أحترم عاداتهم دا أحترم صحيح. تقاليدهم. فالموضوع كلش سهل مو بهالتعقيد، بس الفكرة أنه هو يعني أنا أشوف هاي الأشياء تنبع من حب الذات. أنا حابة نفسي، حابة تكون تطلع بأحلى شكل بأحلى صورة، بنفس الوقت دائما الناس تشوفني أنه أنا سلوكي مهذب، أعرف شلون أتعامل وياهم، أشتغل على نفسي وعلى صورتي الخارجية قد ما أقدر، لأن هاي أشياء كلش مهمة، فهي شغلة مرتبطة بشغلة. صحيح. زين أكو في الشيء بالأماكن العامة خصوصا المطاعم، إذا تلاحظين يعني أكيد ماذا قبل الأصوات كلش عالية، صح؟ الأغاني كلش عالية بالضبط، تحسين إنه هيك أكو في الضجيج أو الأطفال، أطفال كل يعني صغار يبكون، أو وجز ممكن يعني الأهل ما عندهم سيطرة عليهم، بس يعني أكو شغلات ممكن نسيطر عليها، هي مثل الصوت، طريقة الكلام يعني صحيح. النبرة أو يعني ماكو داعي للصياح مثلا، الصياح والضحك بصوت عالي، أكو أماكن، أكو كل مكان، يس كل مكان مخصص مثلاً كافي هو خلاص الأغاني تكون صوتها عالي، ممكن أني أضحك، ممكن أتشاقة، ممكن أتصرف على طبيعتي. بس بالفترة الأخيرة خصوصا السهل هنا ببغداد بدأت المطاعم تتقسم الفئات، أكو مطاعم هي مثلا خلينا نقول الفاست فود، المطاعم الكافيز، المطاعم اللي تكون شوية هاي ليفل، يعني أني لازم أعرف أنه بكل مكان شلون أتعامل. موضوع العائلة والأطفال اللي ما عندهم كنترول على أطفالهم، أنت لازم أكو شغلة تعرفها، أنت ممكن عندك فئة أطفال فئتهم العمرية من 2 إلى 7 وإلى 8، هذول الفئة أني ما عندي كنترول عليهم، بس بنفس الوقت لا أضوج الناس ولا أحرم نفسي، أروح الأماكن تكون مخصصة بها أماكن الأطفال. ممكن أني أكون بمكان مفتوح، ممكن أكون بمكان بفتسكشن للأطفال، خلي يروحون يطلعون طاقتهم يلعبون هناك، بس من حقهم يعني الطفل همينه من حقه، من حقه أني خلاص أني هذا وضعي، وضعي الحالي شنو يفرض علي، أني أب أو أم وعندي طفل بهذا العمر، خلاص أني أتحمل هاي الفترة وأتعامل بهالطريقة حتى ما أكون مصدر إزعاج للناس، ولا أدخل نفسي يعني إنه مثلاً أحط نفسي بمواقف ما حلوة، حد ما طفلي يكبر أرجع أمارس وضعي حياتي طبيعي، ومن نفس الوقت أني ما حارم نفسي من شيء. فبكل فترة إنه أني أتعامل بيها على حسب الوضع شنو هو يكون بالضبط. فالموضوع كلش بسيط، بس الناس معقدة من هالفكرة. بقى شيء أخير اللي هو اللي هو يعني أحس إنه الميك اب همينه، واللبس هم إلى وقت ومكان طبعاً، بس دا أحس همين بنفس الوقت إنه دا يصير confusion بالموضوع، يعني ميك اب الليل بالنهار أو اللبس مع الحفلات يعني بالطلعة، صح؟ إحنا ممكن يعني إحنا أكو شغلة أدنى هنانا، ليش الناس تتلبس بهاي الطريقة؟ مو بسبب إنه ما عندهم قلة وعي، بس بسبب الكبت. ممكن الكبت صحيح. لأنه إحنا كعراقيين جرنا حياتنا كلها حروب، مشاكل طائفية وغيره وغيره، الناس من هي وصغيرة ما عايشوا حياتها صح، ما عايشوا حياتهم لدرجة إنه الطلعة الصباحية بوقتها، الطلعة الليل بوقتها، الحفلة الفلانية بوقتها، من سنين كلش قليلة بدأت الناس ترجع تعيد هاي التفاصيل، فالناس محرومة من هاي الأشياء، فتشوفين مرات يختارون لبسات مو بمحلها، مو بس خلاص إنه تريد تلبس اللبس الفلاني، تريد تحط الميك اب الفلاني، تريد تطلع، بس هسه الوضع اختلف شوية، رجعت الأشياء طبيعية نقدر نقول. فالواحد لازم ينتبه على هاي النقاط، مثلا إنه الميك اب الأوفر، الرموش وهاي التفاصيل وغيرها اللي بوقت الدوام أو بوقت الكليات، والدوام الكليات بالذات، يعني الكلية هي مكان نقدر نقول يتطلب من عندنا أشياء تكون سيمبل وبسيطة، لأن طول اليوم أنا عندي حركة، ممكن محاضرات، ممكن أتحرك هواية، أروح أجي، الموضوع يأخذ مني وقت طويل، فأكون أنيق مرتب، أختار اختيارات صحيحة تناسبني بس تكون بسيطة. بنفس الوقت أنه أنا مو أي شيء صار هو ترند هاي الفترة، مو أي لبسة نزلت، مو أي لون أنا أروح أركض عليه وألبسه وأختاره، لازم أراعي فت شغلات أنه أنا شيء جسمي شنو ممكن يتوالم، يا تون بشرتي شنو ممكن يتوالم، يعني الموضوع مو متعلق بس أنه بيضة سمراء خمرية أو حنطية، لا يعني تون البشرة كلش متعدد وكلش هواية، ممكن أشياء أني توالمني ما توالمش أو العكس صحيح.
فهاي الأشياء مو الأغلبية يراعوها، بمجرد إنه اللون الفلاني هذا الصيف أو هذا الشتوية ترند كل راح لبسه. صحيح. الديزاين الشعر، الميك اب الفلاني، لازم تكون عندي خصوصية. يعني باي ذا واي هذا الموضوع يمكن قبل يومين نزلت فيديو على انستغرام، كلش مهم البنية تكون عندها خصوصية باختياراتها. ما حاجة اني اكون كوبي بيست من احد ثاني. هذا الشيء كلش اتفق فيه. حتى موضوع التجميل، تشوفين الاشياء الاوفر اللي تصير، اني مو لانه الموضوع صار موديل اني لازم اروح، ممكن وجهي ما يحتاج، ممكن يحتاج فتتش بسيط، رتوش بسيطة، ممكن اصلا ما يحتاج، ممكن يحتاج شغلة هواية. فأني على حسب احتياجي، حتى لون الشعر، اللبس، هاي التفاصيل، خلي تكون إلي خصوصية من الناس تشوف هذه فلانة، هذه ديزاينها، الكاركتر الخاص بها مختلف عن غيرها، ما حاجاني أكون نسخة من غيري. حتى باي ذا واي اكو شغله مرات انتبه عليها هسه، حتى موضوع الانترفيوز او اللقاءات او غيره، مثلا هسه احنا الانترفيو مالتنا يعتبر شيء سمبل او شيء كاجوال، ما يكون شيء فورمال، فاحنا لابسين كاجوال طبيعي. اكو اشياء لا تكون كلش فورمال، او يتطلب مني انه اني البس لبس فورمال بالانترفيو او اللقاء اللي انا رايح له. موضوع الشغل كذلك، انترفيو الشغل بالذات كلش مهم. الصورة اللي خلوها على السي في همنا كلش مهمة، كلش مهمة. لأن هاي هواية أشوفها اللي هو ممكن يكون بدون صورة، أو يعني صورة رسمية، صورة رسمية مو صورة فلتر أو سيلفي بالضبط. أو دائما بالانترفيو مع الشغل كلش مهم أنه أنا يكون لبسي فورمال. ليش؟ لأن اللبس الفورمال ينطي إمبريشن إنه أني كلش واثق من نفسي، ينطي هاي الهيئة البزنس وومن، راح ينطي إمبريشن للمانجر أو الإتش آر أو أي شخص ممكن يسوي وياي إنترفيو إنه أني مسيطر، أني واثق من نفسي، من شغلي، من أشيائي، وجاي وأني كامل الثقة. بس من حروح إنه أنا لابس لبس سبور أو كاجوال أو غيره، يعني ما حيكون ملائم، ما حيكون. فهذا الموضوع كلش مهم، كلش ينطي تأثير، كلش يساعد انه اني اكون مقبول بالانترفيو. ممكن اكو اشخاص تستهيني، بس هو كلش مهم. صحيح. يعني ضروري حتى. Thank you كلش هواية نادين. Thank you very. شكرا على جيتك. It was fun talking to you. وان شاء الله نشوفك في المستقبل. شكرا لكم، انا كلش استمتعت، وشكرا لك. اهلا وسهلا بك.